الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وما لا فنجس. ما أكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وما لا فنجس. إذا قلت لك ما حكم روث الغنم؟ طاهر. لما؟ لأنه مأكول اللحم. ما حكم بول الغزال؟ طاهر، لأنه مأكول اللحم. ما حكم بول الكلب؟ نجس، لأنه غير مأكول اللحم. ما حكم بول الهرة؟ نجس، لأنها غير مأكولة اللحم، غير مأكولة اللحم. فإذا ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر. والدليل على ذلك تجويز الشارع الصلاة في مرابض الغنم. اترك الإبل، طبعا حرم لأنها محتضرة، ليس لنجاستها وإنما لأنها محتضرة. الآن خلنا في الغنم ونجيب دليل على طهارة روث وبول الغنم. جواز الصلاة في مرابضها ولا لا؟ ومرابضها لا تخلو من بول ولا بعض. ما بعد خبرنا غنمة مؤدبة إذا جت تبول تطلع من المربض، تبول جوا. وأيضا الإبل، عندك الإبل في الصحيحين من حديث العرانيين أنهم لما جاءوا واجتووا المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح الصدقة وأن يشربوا من إيش؟ أبوالها. فدل على أن أبوالها طاهرة. إذ لو كانت حراما لم يجعل الله شفاءنا فيما حرم علينا، لما رواه أبو داود بحديث مسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وقوله تداووا ولا تتداووا بحرام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الحرم على بعير، ومن المعلوم أن البعير ما يدري أن هذا بيت الله، يمكن يبول أو يتغوط، ومع ذلك لم يكن يتحفظون بشيء من ذلك، مما يدل على أن بوله وروثه طاهر. طيب، وأما ما لا يؤكل لحمه فنجس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال فأتيته بحجرين وروثه وهي روثة حمار، فقال هذه ركس. لما حكم عليها بالنجاسة؟ لأن لحمة ما يؤكل. طيب وروث بني آدم، قصد غائط بني آدم وبوله نجس بالإجماع. ليش؟ لأن ما يؤكل. إذن مفرزات الفرجين تعطيها حكم اللحم، واضح؟ اللي يؤكل لحمة مفرزات فرجيه طاهرة، واللي ما يؤكل لحمة مفرزات فرجيه نجسة. انتهينا؟